بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم علياء مصطفى عبد الله، والنهاردة هنشرح ال restrictive lung diseases وال vascular lung diseases. هنتكلم في ال restrictive lung diseases، هنعرف التعريف بتاعها وال clinical picture وال etiology وال treatment وال types. مش كل types طبعا، لان هم اكتر من 100 type. احنا بس هناخد باستفاضة النيموكونيوزس وال respiratory distress syndrome وإجاز بسيطة عن كام نوع تاني. اما في الفاسكولار لونج ديزيزز هنتكلم عن البالمونري هايبرتنشن والبالمونري اديما والبالمونري امبوليزم. ايه الديفينيشن بتاع الريستريكتيف لونج ديزيز؟ هو عباره عن مجموعه من الامراض كاركترايزد باي ريدوسد اكسبانجن اوف لونج بارينكيما، فبالتالي بتقلل التوتال لونج كاباسيتي. معنى كده ان اللونج مش قادره تدخل الهواء لجوه، كانت ليت اير ان، فبالتالي اللونج كاباسيتي هتقل، التوتال لونج كاباسيتي هتقل. هي عموما اللونج كاباسيتي في الادلت ميل حوالي 6 لتر، و اللي هو اللونج فوليوم اسفه، وفي الفيميل تقريبا 4.2. ايه الاسباب اللي ممكن تسبب الريستريكتيف لونج ديزيزز؟ هو ممكن يكون سبب اكسترنال وممكن يكون سبب انترنال. اكسترنال زي ايه؟ زي اكسترا بالمونري بالورال. انترنال زي البارينكيما اللي هنتكلم عنهم كمان شويه. دول بيعملوا restriction لللونج expansion. ده هيرزلت في ايه بالظبط؟ اول حاجة اللونج فوليوم هيقل، وقاعدة في restrictive lung diseases كل الفوليومز وكل الكاباسيتيز بتقل، تمام؟ طب اللونج فوليوم قلت ليه؟ عشان حصل fibrosis او stiffness، فبالتالي اللونج مش قادرة تدخل الهواء. inadequate ventilation or oxygenation، بديهي انا لما كميه الهواء اللي انا بستنشقها قليله، فبالتالي الاكسجينيشن اللي بيحصل او السي او 2 اوتو اكستشينج اللي بيحصل عند الالفيولاي ده هيقل، بالتالي الاكسجينيتد بلوت اللي هيوصل للهارت هيقل، وكذلك بقى للاذر اورجانز، وهنستنتج منها بقى الكلينيكال بيكتشر. بعد كده الورك اوف بريزنج هيزيد طبيعي، انا عايزه اعوض الديكريزد فنتيليشن او الاكسجينيشن. لما اقيس بالسبيرومتري ده اللي بيقيس البالمونري فانكشن، هلاقي decreased in the forced vital capacity. ايه هي الفورسد فايتال كاباسيتي؟ ده عباره عن كميه الهواء اللي بيحصل لها اكسبيريشن بعد ما ناخد فول او ماكسيمم انسبيريشن، ده هيقل. الكلينيكال بيكتشر احنا قلنا هو كميه الهواء اللي بتدخل قليله، اللنج مش قادره تدخل اير. طيب معنى كده ان الاكسجينيشن اللي هيحصل قليل، الفنتريشن والاكسجينيشن قليلين، بالتالي الاكسجينيتد بلاد اللي واصل للهارت اقل، وكذلك للاذر اورجانز. فهلاقي عندي ديسنيا شورتنس اوف بريث، هلاقي عندي تاكبنيا ريبيد بريذنج، هلاقي عندي ساينوزس بلوش ديسكوريليشن اوف سكين اند ميوكس ممبرين، لو تغير في اللون بتاع الجلد والميوكس ممبرين. بالنسبه للايتيولوجي احنا قلنا اسباب بتاعه الريستريكتيف لونج ديزيز بتتقسم معانا الى اما حاجه اكسترنال او حاجه انترنال. الاكسترنال زي مثلا في الشيست وول ديس اوردرز، الانترنال زي انترستيشيال وانفيلتريتيف ديزيزز. هنتكلم اول حاجه عن الريستريكشن الناتج عن الشيست وول ديس اوردرز، ده نتيجه حدوث التريشن في الشيست وول نفسه او في البلورة او في النيورو ماسكولار اباريتس. زي ايه مثلا؟ زي الكايفوسكوليوزس. الكايفوسكوليوزس ده اللي هو عباره عن abnormality في السباين deformity. تاني حاجة البوليومايلايتس او السيفير اوباسيتي بالورال ديزيزز، كل دي اسباب بتعمل restriction لللونج اكسبانجن، فبالتالي بيحصل restrictive lung disease وتظهر الاعراض اللي احنا قلنا عليها. طب بالنسبة بقى للrestriction اللي ناتج من الانترستيشيال والانفلتراتيف ديزيزز، ده characterized ازاي او characterized by ايه؟ ان هو non infectious، هو مش معدي، الباترن بتاعه diffuse، بيشمل البارينكيما بتاعت اللونج او التيشو بتاع اللونج نفسه، ممكن يكون برايمري، ممكن يكون سكندري، او ممكن يكون جزء من مالتي اورجان ديزيز بروسيس، زي مثلا الساركويدوزس اللي هو ده عباره عن سيستميك ديزيز. امثله زي النيموكونيوزس، الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، والاثنين دول احنا هنتكلم عنهم بتفصيل. ممكن الاميونولوجيكال لونج ديزيز، كولاجين فاسكولار ديزيز، والساركويدوزس. قبل ما نبتدي نتكلم على النيموكونيوزس، حابه اوضح ان الانفلتراتيف تيرم ده بيوضح او بيوصف الشكل بتاع اللنج في الاكس راي، الراديولوجيكال ابييرنس بتاعتها. هو بيبقى عباره عن ديفيوز
زي ما انتم شايفين الباترن بتاعها ديفيوز مش شوكولايز في حاجه معينه. انترستيشيال، انترستيشيال دي اللي هي المناطق اللي بين الالفيولاي، وشكله جراوند جلاس اوباسيتي، شكله زي جراوند جلاس كده. تمام. بالنسبه للتريتمنت بتاع الريستريكتيف لونج ديزيز، الفيرست لاين اوف تريتمنت الكورتيكوسترويدز، اميونو سبريسيف دراجز، بعد كده انتي فايبروتيك ثيرابي مثلا زي الكولوشيسين، واخيرا خالص خالص لما يبقى كل الوسائل فشلت اللونج ترانسبلانت. دلوقتي هنتكلم على النيموكونيوزس او الاوكيوبيشنال لونج ديزيز او الدست ديزيز. ده ناتج من الانهيليشن بتاع الدست اللي موجود في الورك. هو نون نيوبلاستيك لونج رياكشن، مش نيوبلاستيك، ناتج من استنشاق الاندستريال دست. على اي اساس انا بحدد الدمج بتاع الدست ده على اللونج؟ على اساس ايه؟ على اساس حجم البارتيكلز دي، على اساس الشيب بتاعها، على اساس السوليابيليتي، على اساس الفيسيو كيميكال كومبوزيشن، كميه الدست اللي فضلت في اللونج، وجود عوامل تانية زي مثلا هل البيشنت او الشخص اتعرض لاذر ايريتنتس زي مثلا توباكو سموكينج بيدخن، الهوست فاكتورز نفسها هل هو الاميون سيستم بتاعه كويس ولا لا، وهل الكليرنس ميكانيزم بتاعته افيشنت وشغاله ولا مش شغاله. كل دي عوامل بتحدد مدى الدمج اللي بيحصل في اللنجز نتيجه الانهيليشن بتاع الدست. بالنسبه للبارتيكلز اللي حجمها بيتراوح من 1 لـ5 مايكرون، دي اخطر حاجه لان هي دي بيحصل لها لودج في الديستال ايرويز، على عكس البارتيكلز اللي اقل من 1 مايكرون او 1 مايكرومتر، دول بيحصل لهم ديبوزيشن في الالفيولاي. البالمونري الفيولار ماكروفاجز دي بتلعب دور رئيسي في ان هي تانيشيت او تسرع من عمليه الفايبروزس في حدوث اللونج انجري. ازاي؟ الرياكتيف بارتيكلز دي بتعمل ستيميوليشن للماكروفاجز دي، فتبتدي بقى تعمل ريليز للانفلاماتوري ميدياتورز، تكون معايا فايبروبلاست بروليفريشن، كولاجين ديبوزيشن، كل ده في المكان اللي حصل فيه اللونج انجري. التشو بيستجيب ازاي بقى للانهيلد دوست ده؟ من خلال واحد من 3 طرق او من 3 انواع. اول حاجه الفايبروس نيديولز، دي بتبقى موجوده في الكول وركرز نيموكونيوزس، ودي هنتكلم عنها. كل انواع اللي هذكرها دي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. وفي السيليكوزس او انترستيشيال بين الالفيولاي زي في الاسبستوزس، او كهايبر سنسيتيفيتي رياكشن زي في البريليوزس. طرق الاستجابه بتاعه التشو نتيجه نوع الدست اللي حصل له انهيليشن. هنتكلم عن الكول وركرز نيموكونيوزس او ليها اسم تاني اللي هو البلاك لونج ديزيز. ده اشهر نوع من النيموكونيوزس، وهو ناتج من استنشاق الكول دوست او الفحم، البارتيكلز بتاعه الفحم، خاصه في مناجم الفحم الهلاليات. طيب ايه بقى الفورمز بتاعه الكول وركرز نيموكونيوزس دي؟ في نوع اسيمتوماتيك انثراكوز، ده نوع اسيمتوماتيك هنتكلم عنه، وهنتكلم عن السيمبل كول وركرز نيموكونيوزس، هنتكلم عن الكومبليكيتد تايب، وهنتكلم عن الكابلانز سيندروم. الاسيمتوماتيك انثراكوزس ده عباره عن جاست بيجمنت اكيوميليشن، مفيش اي سيلولار رياكشن، فبالتالي مفيش اي ريسبيراتوري ديفيكالتي. يبقى هو عباره ان البيجمنت بيحصلها اكيوميليشن وبتتحاوط بماكروفاجز وبيحصل لها ديبوزيشن في الدرينينج ليمف نودز، بس مفيش اي ريسبيراتوري ديفيكالتي خالص. ننقل على النوع اللي بعده، الدنيا بتصعب حاجه بسيطه، السيمبل كول وركرز نيموكونيوزس. هنا النوديولز بتاعه الدست دي اللي متحوطه بماكروفاجز، متحوطه بديليكيت كولاجين فايبرز، وبتبقى موجوده في الابر لوب. وهنا بقى بيبتدي يظهر ليتل بالمونري ديسفانكشن، حاجه بسيطه، مش اصعب حاجه ومش اسوأ حاجه. الاسوأ بقى اللي هو الكومبليكيتد كول وركرز نيموكونيوزس، ده عبارة عن نوع progressive، بيعمل progressive massive fibrosis، والفيبروزس ده irreversible، فبالتالي بيزود respiratory distress، بيزود بيعمل pulmonary hypertension. تمام. بيعمل core pulmonal اللي هو ناتج عن الفيبروزس، ومفيهوش اي تأثير على البرونكوجينيك كارسينوما.
اخر حاجه كابلان سيندروم هو مش دم مش طيب من الكول وركرز نيموكونيوزس، هو عباره عن سيندروم بتشمل 3 حاجات منهم الكول وركرز نيموكونيوزس مع روماتويد ارثرايتس وحاجه تانية مش مذكوره في الورق هي الروماتويد نوديولز. هنتكلم بعد كده تاني حاجه عن السيليكوزس، ده عباره عن انهاليشن اوف سيليكا بارتكلز اللي هي زي السيليكا بتدخل في تكوين الرمل تمام، فبتعمل جرانيولوما فورميشن تمام. لما بص جروسلي على لانج بتاعت بيشنت عنده سيليكوزس هلاقي ان البوث لانجز فيهم نيومرس هارد سمول جريش نوديولز، الميكروسكوبيك بيكتشر هلاقي فيها مالتيبل فورين بودي جرانيولوماز بتتكون من سيليكا بارتكلز متحوطه ماكروفاجس، هلاقي متحوطه بفورين بودي جاينت سيلز ليمفوسايتس، وهلاقي فايبروزس. الكومبليكيشنز بتاعت السيليكوزس بلمون الفايبروزس which eventually will lead to right sided heart failure. ايه النطه اللي حصلت من بلمونري فايبروزس لرايت سايدد هارت فيلير؟ معنى حدوث بلمونري فايبروزس ان الهارت مش هيقدر يبامب enough blood لللونج ان يحصلها فايبروزس، هي خلاص فقدت الاكسبانجن الطبيعي بتاعها، فلما البلود ما يقدرش يبامب الكميه البلود الكافيه، الهارت ما يقدرش يبامب كميه البلود الكافيه، هيحصل بالمونري هايبرتنشن تمام، لان هو عاوز مصمم او انا عاوز اوفر كميه البلود دي لللونج مفيش فايده، هيحصل رايت سايدد هايبرتروفي تمام، فبالتالي هتؤدي لرايت سايدد هارت فيلير تمام، والهايبرتروفي ده بيبقى في الرايت فينتركل يعني بديهيات برضه. بس ده بالنسبه للسليكوزس. اما بقى بالنسبه للاسبستوس ده عبارة عن inhalation of asbestos particles. في الـ gross picture هلاقي زي وزي السيليكوزس الـ both lungs هلاقي فيهم numerous hard small grayish nodules. أما في الميكروسكوبيك picture فهلاقي إن الـ asbestos particles دي متحوطة بـ diffuse interstitial fibrosis وهلاقي في chronic inflammation. الكومبليكيشنز هلاقي بالمونري فايبروزس رايت سايد هارت فيلير اللي هو مشترك ما بينهم. انا تقريبا ما كملتش الكومبليكيشنز بتاعت السيليكوزس، نرجع لها دلوقتي حالا. خلينا في الكومبليكيشنز بتاعت الاسبستس. تاني حاجه اللي هي الميثوثيليوما، الميثوثيليوما ده عباره عن كانسر اوف البلورال لايننج بتاع اللنج. وتالت كومبليكيشن اللي هو البرونكوجينيك كارسينوما، وهنلاقي ان البرونكوجينيك كارسينوما ده مشترك بين السيليكوزس والاسبستس تمام. السيليكوزس بقى من الكومبليكيشنز الحاجه المميزه ليه بالمونري تي دي، هو الوحيد اللي ممكن يؤدي لحدوث بالمونري تي دي. بعد كده رابع نوع من الداست ديزيزز هو البريليوزس. ايه هو البري ده اصلا او البريليوم؟ البريليوم ده عباره عن معدن تمام. المعدن ده بيستخدم في نيوكليار فيلد مجال النووي وكذلك في مجال طب الاسنان، يعني مثلا الناس بتوع ناسا ودكاتره الاسنان وكده بيبقى معرضين ان هم يصابوا بالبريليوزس، وهو بيكون نون كازييتنج جرانيلوما. خامس نوع اللي هو الانثراكوزس. الانثراكوزس ده عباره عن انهاليشن اوف كاربون بارتكلز، بيبقى عباره في اللونج عن بلاك باتشز كده. بعد كده النوع اللي بعده اللي هو البيسينوزس، ده عبارة عن inhalation of cotton fibers بيعمل eventually lung fibrosis. واخر نوع اللي هو الباجسوزس، ده عبارة عن inhalation of sugar fibers بيؤدي معايا برضو lung fibrosis. طيب اي حد مركز معايا بجنيه هيستغرب الصورتين اللي انا حطهم، هما ويرد تمام، بس هما يعني انا لما كنت بذاكر المحاضرة دي قبل كده وانا عندكم كنت بتلخبط بين البيسينوزس والباجسوزس كده بلا هدف يعني، فعملت لنفسي يعني low budget mnemonic تمام. البيسينوزس احنا في مصر بنقول على swimming pool او حمام السباحة بيسين تمام، فتخيلوا معايا بيسين مليان قطن، فيبقى البيسينوزس عبارة عن inhalation of cotton fibers. اما الباجسوزس ده عبارة عن inhalation of sugar fibers، باجسوزس اولها باج كيس فيه سكر bag of sugar، يبقى الباجاسوزس عباره عن انهيليشن اوف شوجر فايبرز لانج فايبروزس ايفينشولي يؤدي لانج فايبروزس.
تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي respiratory distress syndrome، وده عبارة عن sudden progressive type of respiratory failure characterized by severe dyspnea refractory hypoxia. refractory hypoxia معناها كده ان الاكسجينيشن مش كافي. diffuse bilateral lung infiltrate. و respiratory distress syndrome هي عبارة عن النوعين، نوع في الأدلت ونوع في النيوبورن أو في النيونات. بالنسبة للأدلت respiratory distress syndrome ليها اسم اللي هي diffuse alveolar damage أو بيحصل acute alveolar injury. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها عبارة عن sudden severe respiratory distress، بيدخل في تاكيبنيا، تاكيكارديا، cyanosis. أما في النيونات بيبقى عبارة بتبتدي بديسنيا within few hours، بعد كده تاكيبنيا، بعد كده هايبوكسيا، بعد كده cyanosis. death may occur within a few hours لو في الحالة severe. بالنسبة للإتيولوجي في الأدلت، الشوك لو في pulmonary infection زي مثلا الفيرال نيمونيا، oxygen toxicity أو حصل inhalation لتوكسينز أو irritants زي السموك والنيتروجين دايوكسيد والوور جازز، أو في narcotic overdose اللي هي psychoactive substance، أو دراج زي السلسليت والكولشيسين. الكولشيسين في العادي هو أنتي فايبروتيك دراج، بس لو تاخد بتوكسيك دوز ممكن يعمل respiratory distress، أو في الأسبيريشن لمونايتس، وأخيرا في الفات إمبوليزم. أما في النيونيتال respiratory distress syndrome ف it is primary initiated by hypoxia either shortly before birth or immediately afterward. بتبقى فين؟ في البري تيرم انفنتس. البري تيرم انفنتس هو الانفنت اللي بيتولد قبل الاسبوع 37 من الجستيشن، او انفنتس بورن تو دايابيتيك ماذرز، او في السي سكشن، او في حاله اكسسيف سيديشن اوف ذا ماذر، او في وجود بيرث اسفيكسيا. البيرث اسفيكسيا ده عباره عن نقص البلاد فلو اللي واصل للبرين، بيحصل في حالات كتير منهم ان يبقى الحبل السري يتلف حوالين رقبة النيونيت، او ممكن يبقى ايديوباثيك. بالنسبة للباثوجينيسيس بتاع الادلت والنيونيت ريسبيراتوري ستريس سيندروم، هلاقي ان في حاجتين مشتركين بيحصلوا في الاخر eventually، ان بيبقى في دامج للالفيولو كابيلاري وول وبيتكون هايلاين ممبرين. حتى الريسبيراتوري ستريس سيندروم بيتقال عليها هايلاين ممبرين ديزيز. however بتحصل مختلفه في النيونيت عن الادلت. في الادلت الماكروفاجز لما يحصل لها اكتيفيشن تبتدي تعمل ريليز لبرو انفلاماتوري سايتوكينز زي الانترليوكين 8 وانترليوكين 1 والتيومر نيكروزس فاكتور، تيجي النيوتروفيلز تعلي عليها تقوم تعمل ريليز لبرودكتس عشان تعمل تيشو انجري، اكتيف تيشو انجري. ايه هما بروتيز وبليتلت اكتيفيتنج فاكتورز والاوكسيدانتس. وبعد كده برضو في ظهور للفايبروجينيك سايتوكينز زي الترانسفورمينج جروث فاكتور الفا، ده دوره مهم في عمليه الريبير عن طريق ان هو بيعمل ستيميوليشن للفايبروبلاست والكولاجين بروليفريشن. كل ده بيعمل انجري للكابيلاري اندوثيليوم بتاع البلاد، ليدز تو ان هو بيزود الفاسكولار بيرميابيليتي، ولما بيحصل انجري للنيموسايتس اللي ناحيه اللنج ده بيحصل لها نيكروزس. طيب النت افكت بتاع الانجري اللي حصل للكابيلاري اندوثيليوم وللالفيولار ايبيثيليوم، بيتكون اديما بتبقى انترستيشيال وانترا الفيولار، بيبقى فيه كونجيشن، بيبقى فيه فايبرين ديبوزيشن، واخيرا فورميشن اوف هايلاين ميمبرين. كل ده هيؤدي ان السرفكتنت ده يقل، هيحصل كولابس للالفيولاي، فبالتالي اللنج بيطلق عليها وقتها ستيف لونج. هو ايه السرفكتنت ده اصلا؟ السرفكتنت ده سبستنس بتبقى موجوده جوه الالفيولاي بتقلل السيرفس تنشن. طيب والديفيشنسي بتاعتها هو ده سبب النيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. يبقى البيزك ديفكت في النيونيتال اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم هو عباره عن ديفيشنسي اوف بالمونري سرفكتنت، والبالمونري سرفكتنت ده مينلي بيبقى نورمالي اسفه بيتم تصنيعه من خلال التايب 2 الفيولار سيلز، وده بيعمل اتليكتسيس. اتليكتسيس دي اللي هي الكولابس الفيرال سواء كانت بارشلي كولابس او كومبليتلي يعني. طيب لما يحصل كولابس للالفيولوي ده هيريزلت ان ايه؟ هايبو فنتليشن، بالمونري هايبو بيرفيوجن. بالمونري هايبو بيرفيوجن ده معناه ان الاماونت اوف بلاد فلو قل نتيجه ان البلاد فوليوم نفسه قل، او ان البلاد بريشر قل.
ويحصل بعد كده اسكيميك دامج، ما فيش دم واصل كفايه للكابيلاري اندوثيليوم. وده هيعمل ايه بقى؟ الالفيولو كابيلاري وول هيحصل له نكروزس اسكيميك لانه مش واصل له دم كفايه. هيتكون بلازما بروتين اكزوديت بيبقى جوه الالفيولار، وبالاكزوديت ده بيبقى بيحتوي على فايبروجين، وايفنتشولي هيتكون الهايلاين ميمبرين وبيبقى برضو بيحتوي على كميه كبيره من الفايبرين. بالنسبه بقى للجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر، الجروس بيكتشر هنلاقي ان اللنج حجمها نورمال، بس الكونسيستنسي بتاعتها، الكونسيستنسي معلش يا جماعه الصيام، بتبقى ستيف وكونجستد هيفي وايرلس ما فيهاش هواء، فلو اتحطت في ميه ات ويل سينك. اما بالنسبه للمايكروسكوبيك بيكتشر، ف زي ما احنا شايفين في الصوره كده، هيبقى في الالفيولاي يا اما هلاقيها كولابسد زي العلاقة الاسهم دي تمام، او هلاقيها دايليتد، هلاقي حصل نكروزس للابيثيليال سيلز بتاعه الالفيولاي، هتكون معايا ودي اهم حاجه يعني ان هو الايزونوفيليك هايلاين ميمبرين، ده بيبقى بيلاين الريسبيراتوري برونكيولز والفيولار داكتس وبروكسيمال الفيولاي، وهو مينلي بيتكون من فايبرين ومعاه ديبريس من النكروتيك الفيولار سيلز. جوه الالفيولاي وبين الالفيولاي انترستيشيال وانترا الفيولار هيبقى فيه اديما كونجيشن، وهيبقى فيه انترا الفيولار هيموريدج، وبرضه هلاقي فيه فايبروزس بيبقى يعني مش مبين الالفيولار سبيسز اصلا هو مغطيها خالص. كده احنا خلصنا ال restrictive lung diseases وهنبتدي نتكلم عن الفاسكولار. اول حاجة نتكلم عنها هي pulmonary hypertension، وهي عبارة عن زيادة في systemic blood pressure اللي هو خاص بال circulation بتاعة ال lung، ال pulmonary arterial circulation، اعلى من 30 مليمتر مركري. طيب هو classified into ايه؟ two groups، نوع primary idiopathic ونوع secondary. عموما هو في النورمال يعني البالمونري ارتيريال بريشر ده ما بيعديش 30 على 15 ملي متر مركري، فلما يزيد عن 30 بيبتدي بقى يحصل بالمونري هايبرتنشن. بالنسبه للبرايمري هايبرتنشن احنا قلنا في نوع برايمري ونوع سكندري. البرايمري ده بيبقى ايديوباثيك وده انكومن كونديشن وملهاش سبب. وامتى بنقول عن ان البالمونري هايبرتنشن ده يعني برايمري؟ لما ابقى خلاص انا متاكد ان هو مش سكندري، لما ابقى خلاص I went through all the usual causes بتاعت السكندري ولا واحد منهم، يبقى في الحاله دي برايمري. وهو بيحصل في اليونج فيميلز between the age of 20 and 40 years، وفي الاطفال اللي في حوالي عمر 5. ده النوع اللي هو غير منتشر الرير تايب. اما بقى بالنسبه للسكندري فهو ده المور كومون تايب، وده احنا بنبقى عارفين السبب، بيبقى غالبا في ريجن موجوده في الهارت او في اللنج، وبيحصل عند اي ايج بس غالبا بيبقى عند الايج اوف 50 years، وبيتقسم لثلاث ثلاث انواع، ثلاثه جروبس، نوع باسيف ونوع رياكتيف او هايبر كاينيتيك ونوع فازو اوكلوزيف. السكندري بالمونري هايبرتنشن قلنا بيتقسم لنوع باسيف ونوع رياكتيف ونوع فازو اوكلوزيف. ايه بقى الاسباب بتاعتهم؟ الباسيف بالمونري هايبرتنشن ده اشهر نوع، وده بسبب ديزيزز بتزود البريشر في البالمونري فينز. زي ايه الامراض اللي بتزود البريشر في البالمونري فينز؟ زي الميترال ستينوزس، او في حاله وجود كرونيك ليفت فينتريكولار فيلير. ده بالنسبه للباسيف. امال الرياكتيف او الهايبر كاينيتيك بالمونري هايبرتنشن ده لما البلود يخش البلمونري ارتريز بكميه كبيره اكتر من المعتاده وببريشر اعلى. طب ايه الحالات اللي ممكن يحصل فيها كده؟ زي البيتنت داكتس ارتريوزس، الاتريال سيبتال ديفكت، او في الفنترال سيبتال ديفكت اللي هم لما بيبقى فيه كونكشن بين، هو في البيتنت داكتس ارتريوزس لما بيبقى فيه كونكشن مثلا بين تو ميجر فيسلز تمام. الاتريال سيبتال ديفكت ده بيبقى عباره عن كونكشن بين التو اتريا، والفنترال سيبتال ديفكت بين التو فنتريكلز. فبالطبيعي بقى الكميه اللي داخله على البلمونري ارتريس كبيره جدا. ثالث نوع اللي هو الفازو اوكلوزيف بلمونري هايبرتنشن، الكونديشنز اللي بتقلل الفاسكولار بيد اللي موجوده في اللونج which produce progressive diminution of the vascular bed. ايه هما؟ subdivided into three types برضو: obstructive
اوبليتراتيف وفازو كونستريكتيف. عشان ما تهوش مني، احنا البالمونري هايبر تنشن نوعين، برايمري وسكندري. البرايمري ده ايديوباثيك، نسيبه على جنب دلوقتي. السكندري بيتقسم لثلاث حاجات، باسيف رياكتيف فازو اوكلوزيف. الفازو اوكلوزيف بيتقسم لثلاث حاجات، اوبستراكتيف اوبليتراتيف فازو كونستريكتيف. نتكلم بقى على انواع الفازو اوكلوزيف بالمونري هايبر تنشن. اول حاجه الاوبستراكتيف، من اسمها في اوبستراكشن او في بلوك في البالمونري سيركيوليشن. زي ايه؟ زي مثلا وجود مالتيبل امبولاي او ثرومبوي، وجود جلطات او انسداد. تاني نوع اللي هو الاوبليتراتيف تايب، ده هنا حصل ريدكشن للبالمونري فاسكولار بيد عن طريق ان حصل ديزيزز في البارينكيما نفسها، كرونيك بارينكيما لونج ديزيز. زي ايه؟ خدنا منهم واحده دلوقتي اللي هي النيموكونيوزس، ومثلا زي التي بي. تالت نوع اللي هو فازو كونستريكتيف تايب، وده برضو من اسمه. احنا ايه اللي بيحصل عموما لما بيبقى فيه هايبوكسيا؟ لما بيبقى فيه هايبوكسيا بيبقى بيحصل فازو كونستريكشن في البالمونري ارتريولز. طيب لو الهايبوكسيا بقى دي سستيند او وايد سبريد في الجسم، فهيبقى فيه سستيند فازو كونستريكشن او سستيند هايبوكسيك فازو كونستريكشن. طيب ده هيعمل ايه؟ هيخلي فيه الفيلار هايبر فنتريشن، نتنفس ببريد اعلى عشان احنا عاوزين نعوض النقص اللي حصل ده. وبالتالي ماشي، الفازو كونستريكشن هو سستيند الفيلار هايبر فنتريشن، الريزيستنس هتزيد لان هو في فازو كونستريكشن. طب لما الريزيستنس تزيد ايه اللي يحصل؟ يحصل بالمونري هايبر تنشن. طب ايه هي الحالات اللي بيبقى الفازو كونستريكشن ده سستيند فيها؟ في الباثولوجيكال اوبيزيتي، في حاله وجود نيورو ماسكولار ديزيز زي البوليومايلايتس، او في حاله السيفير كايفو سكليوزس. تاني حاجه هنتكلم عنها هي البالمونري اديما. البالمونري اديما ده عباره عن باثولوجيكال اكيوميليشن اوف ترانزودت، بيبقى موجود في الانترستيشيال تيشو وفي الالفيولار سبيسز بتاعه اللونج. ايه هي الساينز والسيمتومز بتاعه البالمونري اديما؟ اول حاجه الدسنيا او shortness of breath، والكف، و excessive sweating. و shortness of breath ده يا اما بيبقى في صورة orthopnea او في صورة paroxysmal nocturnal dyspnea اللي خدتهم في CBS. برضو pulmonary edema may be associated مع peripheral beating edema، وبيبقى فيه معاها زيادة في الجوجلر venous pressure، وبيبقى فيه hepatomegaly تضخم في الليفر. ايه بقى اللي بيحصل في إديمة؟ اول حاجه البلد بيجي من الرايت فنتريكل، تمام، بيبقى دي اكسجينيتد، بيبقى جاي ببريشر عالي، فبيعمل انترستيشال إديمة. الإديمة دي او الفلويد بيبتدي يعدي لحد ما يدخل جوه الالفيولاي، بيتعارض مع الاوتو ديفيوجن فبيقل، وبرده بيخفف السرفكتنت فبيحصل الفيولاي كولابس. طيب معنى كده ان الاكسجين اكستشينج اللي المفروض بيحصل بين الاكسجين سي او 2 اكسشينج اللي المفروض بيحصل بين الالفيولاي والبلاد كابيلاري قل، فهيحصل هايبوكسيميا. يعني البلاد اللي واصل للليفت سايد اوف ذا هارت هيبقى الاكسجين ساتوريشن فيه قليل، ومنه بقى لباقي الاورجانز. اما بقى بالنسبه لتقسيمه البالمونري اديما، هي على حسب، انا بصنفها حسب الايتيولوجي او حسب الكورس. على حسب الايتيولوجي، يا اما كارديوجينيك بالمونري اديما او نون كارديوجينيك بالمونري اديما. نبتدي بالكارديوجينيك، دي بتبقى بسبب فيليور في الليفت فنتريكل، مش قادر يريموف البلد من البلمونري سيركيوليشن، وده بيبقى فيتشر اوف كونجستيف هارت فيلير. اما بالنسبه للنون كارديوجينيك بلمونري اديما، او ان حصل انجري للبارينكيما بتاعه اللنج، التيشو نفسه او في اللنج فاسكوليتشر البلد سبلاي، ده نتيجه سيجنيفيكانت نيجاتيف بريشر في الشيست، او بسبب انجري في اللنج فاسكوليتشر البلد سبلاي بتاعها اند اور اللنج بارينكيما. زي ايه؟ ايه هي النون كارديوجينيك بلمونري اديما؟ ايه اسبابها؟ ابر اير واي اوبستراكشن، نيوروجينيك كوزز، اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، او حصل انهاليشن اوف هوت اور توكسيك جاسز، او اسبيريشن لمواد زي مثلا الجاستريك فلويد. اسبيريشن ان السبستنس دي تعدي في الاير واي بدل ما تعدي مثلا في الجي اي تي باثوي يعني. طيب احنا كده صنفناها في الاول على حسب الايتيولوجي، التصنيف بتاعها حسب الكورس، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. في الاكيوت بالمونري اديما
هنتكلم عن الاسباب والجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشنز. ايه الاسباب بتاعه الاكيوت بالمونري اديما؟ اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، او حصل انهيليشن لجاسز بتبقى irritant، او اكسسيف اي في فلويد ادمنستريشن، او وجود فايرال لانج انفكشن. دي كلها حاجات بتعمل اكيوت بالمونري اديما، يحصل اكيوميشن في الفلويد جوه الالفيولاي. طب في الجروس بيكتشر بتبان ازاي الاكيوت بالمونري اديما؟ اللنج بتبقى بالكي وبيل، ولما بابلاي بريشر عليها بيبقى فيه بيتنج، ولو خدت كات سيرفيس فيها هلاقي فيه فروثي فلويد اون بريشر. فروثي فلويد اللي هو بيبقى بابلي كده، فيه بابلز. اما الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الاكيوت بالمونري اديما فهلاقي ان الالفيولار فيسلز ار انكونسبيشس، هي مش قادره اوضحها كويس، لان هي اصلا يعني ممكن تكون بسبب ان حصل انجري للونج فاسكوليتشر فانا مش شايفاه، او ان وهلاقي برضو ان الانترستيشيال تيشو والاير سبيسز بتاعه لو الالفيولاي والبرونكاي هلاقي فيها بيل بينك هوموجينس سبستنس. عباره عن ايه المكونات بتاعه البيل بينك هوموجينس سبستنس ده؟ ده عباره عن بروتين كواجيوليتد ستيند ويز ايوسين. اما بالنسبه للكومبليكيشنز بتاعه الاكيوت بالمونري اديما، ف في حاله ان الاكيوت بالمونري اديما سيفير هتبقى فيتال. تاني حاجه الكرونيك بالمونري اديما، ايه الاسباب بتاعتها؟ كرونيك لونج كونجيشن او كبارت من جنرالايزد اديما. الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الكرونيك زي الاكيوت. اللي تختلف في الكومبليكيشن ان الكرونيك بالمونري اديما secondary bacterial infection، ممكن يحصل عليها bacterial infection. بعد كده هنتكلم عن البلمونري embolism، وهو عبارة عن ان البلمونري artery بيحصل له obstruction او occlusion، بيتسد بامبوليزم او بجلطة. ايه طب مصادر الجلطة دي؟ اول حاجة recent thrombus في ال veins of lower limbs، يعني بتتكون جلطة في ال veins اللي موجودة في ال lower limbs. تمام، ده بتحصل امتى؟ لو البيشنت ده بقاله فتره طويله على السرير بعد ما حصل له بون فراكتشر، فبيبتدي بقى تتكون جلطه في الفينز بتاعه اللور ليم، او ممكن يبقى حصل جلطه في الالياك والبلفيك فينز بعد عمليه الولاده او في عمليات البلفيك بلفيك اوبريشنز او عمليات البلفيس. تالت حاجه ان او الاخيره ان سورس الامبوليزم ان هو ممكن يحصل في الرايت سايد اوف ذا هارت فيعمل رايت سايد هارت فيلير. طب ايه الايفكتس بتاعه ال بالمونري امبوليزم؟ هو على حسب السايز بتاع الامبوليزم نفسها او على حسب السايز بتاع الامبولوس نفسها. لو هي صغيره سمول ات ويل هاف نو ايفكت، مش بتاثر في حاجه. اما لو ميديوم سايز فعلى حسب اللونج دي هيلثي ولا مش هيلثي. لو هي هيلثي لونج هيبقى مفيش افكت لان اللونج بطبيعتها ليها دبل بلاد سبلاي، فاللونج مش هتتاثر قوي. اما لو في كورونيك فينوس كونجيشن لا، هنا وقتها بقى هيحصل لونج انفاركشن، الجزء اللي سبلايد بالبلاد فيسل اللي حصل له امبوليزم ده هيموت، مش هيبقى شغال، انقطع عنه الدم. طيب لو اما بقى لو دخل في او الامبولوس حجمها كبير فدي هتسد مثلا حاجه مين فيسل، يعني هتسد البلمونري ارتري او هتسد مين برانشز وان اوف ذا وان اور وان اوف مين برانشز، هيبتدي بقى يتم افراز سيروتونين بكميات كبيره من البليتلتس، فهتعمل بايلاترال فازو كونستريكشن اوفر بلمونري ارتريولز. ففي خلال ثواني البيشنت ده هيتوفى او في خلال دقائق عشان حصل اكيوت رايت سايدد هارت فيلير بدون مقدمات، هو ما فيش وقت ان يحصل انفاركشن اصلا. دلوقتي هنحل مع بعض كام سؤال ام سي كيو عشان نتاكد ان احنا فهمنا الموضوع كويس. اول سؤال عباره عن كيس بيقول لي راجل عمره 74 سنه، مات بعد 4 ايام في المستشفى، وكان دايجنوزد ان هو عنده ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. خدنا منه عينه اوتوبسي لقينا الباثولوجيكال دايجنوزز بتاعه ديفيوز الفيلار دامج. طيب ايه الميكروسكوبيك فايندنجز اللي انا هلاقيها في اللونج تيشو في الحاله دي؟ هل هلاقي alveolar hyaline membrane formation ولا eosinophilic inflammatory infiltrates ولا hemorrhagic infarction ولا pleural effusion and fibrous pleurites ولا pulmonary vasculature occluded by microthrombi؟ طبعا في الحالة دي هيبقى alveolar hyaline membrane formation. ما تنسوش ان respiratory distress syndrome الاسم التاني ليه hyaline membrane disease.
تاني سؤال عبارة عن كيس راجل عنده 63 سنة، عنده progressively worsening dyspnea over the past 10 years. لاحظ ان هو خس 5 كيلو جرام في السنتين اللي فاتوا، وهو عنده chronic cough with minimal sputum production وما عندوش chest pain. on physical examination هو حرارته كويسة، افبرايل نورموتنسيف، الضغط بتاعه كويس. اتعمل له chest radiograph، لقينا فيه extensive interstitial disease. يعني انا كده بتكلم على restrictive lung disease، طب انهي نوع؟ واللي بيأكد لي ان هو restrictive lung disease البلمونري فانكشن تيست بتاعه هيبقى فيه low forced vital capacity. طيب increased exposure to which of the following pollutants is most likely to produce this findings؟ هل السيليكا ولا الوود داست ولا الاوزون ولا التوباكو سموكينج ولا الكربون مونوكسيد؟ طبعا الوحيد من دول اللي هو بيعمل restrictive lung disease سيليكا، نيموكونيوزس، سيليكوزس. تمام. تالت سؤال، كيس برضو، a patient is working in a factory using asbestos. تمام. After several years he suffered from chest pain. اتعمل له اكس راي، اتلقى فيه diffuse thickening of the بلورة. Thickening of the بلورة. تمام. The most possible diagnosis، هل هو bronchogenic carcinoma؟ وانا لو ما كملتش قرايه لحد دلوقتي، البرونكوجينيك كارسينوما دي من الكومبليكيشنز بتاعه الاسبستوزس واحنا تمام، بس لا معلش نكمل. تاني سبب، ميتاستيك تيومر اوف ذا بلورا. ثالث سبب، مالجنانت ميتوثيليوما. رابع اجابه اسفه، فايبرونوس بلوراسي ولا نيموكونيوزس. بدنا نركز شويه في اللي الاكس راي يوضحه. هو الاكس راي عباره عن سيكنينج في البلوره، تمام، موضوع ملوش علاقه بالبرونكيوز خالص، فبرونكوجينيك كارسينوما هنستبعدها. ايه الكومبليكيشنز التانية؟ كان في اسمه ايه ده، بالمونري فايبروزس، بس لا دي مش مذكوره. وفي ميزوثيليوما، مالجنانت ميزوثيليوما. مالجنانت ميزوثيليوما دي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن كانسر في اللايننج اوف ذا بلورا اوف ذا لونج، فبتعمل ثيكنينج. يبقى ديفيوز ثيكنينج اوف ذا بلورا ده مع هي اجابتها مالجنانت ميزوثيليوما. رابع سؤال، الكاركترستيك لونج ليجن اوف سيليكوزس، هل هي سمول راوند اي لاين فايبروس نوديول ولا برونكياكتسز ولا امفيزيما ولا ديفيوز فايبروزس؟ مبدئيا السيليكوزس ده ريستريكتيف لونج ديزيز، مش اوبستراكتيف، فاحنا نحذف بي وسي كده تمام من قبل ما نبتدي. هل هو بيبقى في هيئه يعني ديفيوز فايبروزس الباترن بتاعه، ولا بيبقى عباره عن سمول راوند اي لاين فايبروس نوديول؟ هو بيبقى في صوره نوديول. هو ومين بيبقى في صوره نوديول؟ هو والكول وركرز نيموكونيوزس. الديفيوز فايبروزس ده بيبقى في الاسبستوزس. السؤال اللي بعده، هايلاين ميمبرين ديزيز از نوت كاركترايزد باي. هو ايه الهايلاين ميمبرين ديزيز ده بالظبط؟ ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. هل هو انلارجد فليشي لونجز؟ هل في بالمونري انفيزيما؟ لا، بس نكمل اجابتنا برضو. هل بيبقى فيه بينك فايبرنس ماتيريال لايننج الالفيولاي؟ هل اللونج بتسينك ان ووتر؟ هل الالفيولاي بتبقى كولابس؟ ايوه. يبقى الاجابه الوحيده اللي مش صح هنا واللي احنا عاوزينها هي البالمونري انفيزيما. السؤال اللي بعده، بالمونري هايبرتنشن از ديفايند از سيستوليك بلاد بريشر ان ذا بالمونري ارتيريال سيركيوليشن اباف ذا فولوينج كات اوف فيجر. هل هو بيبقى اعلى من 120 ملم مركري ولا 90 ملم مركري ولا 60 ملم مركري ولا 30 ملم مركري؟ انا بحكي على البالمونري هايبرتنشن، يبقى 30 ملم مركري. شكرا خالص، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو بجزء بسيط، ولو عندكم اي استفسارات ما تترددوش ان انتوا تبعتوها، وان شاء الله نرد عليكم. ربنا معاكم يا رب.